السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن معرفة الذكر من الأنثى في طائر الروس. في فروق بسيطة هنقولها دلوقتي بتعرفنا الذكر من الأنثى. فزي ما انتم شايفين الذكر وهو واقف ديله عامل زي السبعة، والأنثى بيبقى ديلها مستقيم من تحت. فده فرق. الفرق التاني الذكر بيبقى راسه واخدة دوران والأنثى بتبقى مسحوبة لتحت شوية. الفرق اللي بعديه ان الأنثى بتبقى هي واقفة على العصاية، بتبقى فاردة رجليها وفي تباعد بين رجليها، والذكر بيبقى رجليه ملمومة على بعضيها شوية. دي بس لما يكونوا واقفين وهم مستريحين مش خايفين. برضو هنا في تباعد في رجلين في الأنثى والذكر ضمم رجليه. أما الطريقة التانية فهي سعف النخيل. بنحط سعف النخيل للأنثى والذكر. الأنثى هي اللي بتلم سعف النخيل وبتحطه في الجناح بتاعها عشان تعمل العش الجديد. بكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله.